يا كلاب يا جزم يا جزم، ورحمه ام ما هسيبكم انتوا الاثنين الا لما يظهر الكلب ده. سعاده الباشا وربنا المعبود ما سيبنا المكان ثانيه واحده لحد ما سعادتك جيت وفليت الشقه شقه شقه. مش ممكن يكون خرج من العماره واحنا مكلبشين كل حته فيها سعادتك؟ امال اختفى فين يا حيوان انت وهو؟ واحده من السكان خبته في شنطتها ولا زنق نفسه في ماسوره مجاري؟ سعاده الباشا وربنا المعبود في حد مظبط النمره دي مع الولد ده قبل ما نخرج بيه من هنا؟ مش ممكن، استحاله كليان يتجنن ويعمل كده من نفسه. هي اول مره يشتغل معايا؟ ده بيتكهرب من حروف اسمي لو سمعها وهو نايم. سعاده الباشا، الجماعه بتوع الوزاره وصلوا وقعدتهم في مكتب سعادتك. يا اهلا يا استاذ جبريل، الحمد لله على سلامه سعادتك. الله يسلمك يا حازم بيه. علاء الصاوي. طبعا الخارجيه. بالظبط يا فندم. اتفضلوا. رمضان، شوف الاساتذه هيشربوا ايه. لا اسمح لي الاول اطمن على ملك وبعد كده عزمنا زي ما انت عايز يا حازم بيه. طبعا هتشوفها يا استاذ وتطمن عليها كمان، وان شاء الله باذن الله المشكله هتتحل الليله دي، بس مش قبل ما اعرف الحوار اللي تم في الوزاره انتهى على ايه. بسيطه هقول لك. هتقولي بس يا استاذ دي مش حكاوي ودردشه، لا دي اوامر عليا. وبعدين التليفون اللي انا منتظره دلوقت هو اللي هيحدد ايه اللي هيتعمل بالظبط. يا نهار اسود ومنيل، ايه اللي بتقوله ده يا حازم بيه؟ يعني ايه هرب؟ هو انتوا في حد بيهرب منكوا؟ يا باشا يا باشا، ممكن سعادتك تهدى شويه وانا افهمك اللي حصل بالظبط. افهم ايه وهب بايه؟ انا كده اتحرقت رسمي يا سياده الرائد. الواد قعد معايا وعرفني وعرف دوري وصاحبني. في ايه يا محسن؟ استني بس يا سوسن، والموضوع ده حصل امتى يا حازم بيه؟ يومين؟ مش ممكن، الولد ضايع منك بقاله يومين وانت سايبني نايم في العسل الاسود. الله اكبر، المفروض انت دلوقتي كمان تفرج عن ملك عشان الفران كلها تخرج بالقفص وتسرح في الشوارع. اقفل يا حازم بيه، اقفل دلوقتي ارجوك. خليني اشوف حل للمصيبه الجملي اللي احنا وقعنا فيها دي. مصيبه ايه؟ فهمني. الغي الخروجه دي يا سوسن. لا بقى، انا بقالي اسبوع بعشم روحي وارتب فيها. يا عم رد بقى، انت لسه بتعاكس في الشغاله ولا ايه؟ هو مين ده اللي بيعاكس في الشغاله؟ امين باشا، انا اسف على الازعاج يا ريس، بس الحقيقه حصل حاجه غبيه جدا، والظاهر كده ان احنا لازم نتكلم مع شيناز. نتكلم في ايه؟ هو انا قاضي ادلع الجمال بتاعك ده؟ يا ماما انا مش بدلع، انا كل اللي طالباه منك ساعه واحده بس تفتحي لي قلبك فيها وتسمعيني. كتير عليا. كتير على كلام متوقع ومحفوظ من قبل ما يتقال. رد فعلك على العريس ظهر من اول قعده يا شهد، ومع ذلك حضرتك مصره تفرضيه عليا تاني. يا شهد بتكرري الكلمة الغبية دي تاني؟ قلتلك ان انا عمري ما هفرض عليكي راجل تعيشي معاه غصب عنك. افهميني يا حبيبتي، هو انا عندي ست بنات عشان ارمي كل واحدة فيهم لأي عريس يخبط على الباب؟ ده انا ماليش غيرك يا شاد، ماليش غيرك. نفسي تعيشي حياتك وتحسي بالسعادة الحقيقية اللي انا ما حسيتهاش. وصدقيني صدقيني ده مش هيحصل لو سبتك تعتمدي على نفسك في خطوة زي دي، أو تعتمدي على دماغ بابا، لأن انتوا الاتنين عزلتوا نفسكم عن الدنيا، عايشين في عالم مش موجود، مش موجود يا شهد. وبعدين هو أنا طلبت منك تتجوزيه بكرة الصبح؟ ما انت عارفة إن مفيش جواز غير لما تخلصي الكوليدج بتاعتك. طب وأنا إيه اللي يخليني أربط نفسي ببني آدم مفيش بيني وبينه أي إحساس؟ هو انت اديتي لنفسك فرصة تحسي ولا تفكري؟ مساء الخير يا محسن بيه. أجل سعادتك دلوقتي؟ خير؟ إيه اللي حصل؟ مرصودة؟ مش فاهم تقصده إيه يعني؟ يعني متراقبة يا سيادة الرائد. هو سيادتك عايز تفهمني إنك لما هتسيبنا في مكتبك المتواضع ده القعدة كلها مش هتتنقل لك صوت وصورة؟ الله، ده ايه الخبرة دي كلها يا أستاذة؟ طيب وايه المطلوب؟ أتكلم أنا وعمي لوحدنا وفي مكان آمن قبل ما تناقش في تفاصيل المفاوضات العظيمة اللي تمت في الوزارة. أيوه حضرتك تحبي أحجز لك سويت في أوتيل 5 نجوم؟ وعلى ايه تكلف نفسك؟ هو لو مفيش عند سيادتك مانع احنا ممكن نروح نشرب شاي في الكافيه اللي قدام المبنى. وطبعا مش معقول ههرب منك في الخطوتين دول. تهربي؟
تهربي ده ايه يا استاذه؟ حضرتك فاكره نفسك بتكلمي امين شرطه في لجنه مرور؟ ده انت لو بلعك حوت همد ايدي في جوفه واطلعك. خلاص يا حازم بيه، احنا عندنا تعليمات بحل الموقف بهدوء وبدون اي ازمات. عندي سيادتك مانع تنفذ لها الطلب ده ولا لا؟ طب ومين اللي سرق عربيتي؟ خميس قنح، السمسار اللي سكنك في الشمال. خميس؟ طب ورجعت ازاي؟ رجعت ازاي دي بقى لفه طويله قوي. لما كليانتي اتصل بحازم فوده وقال له على المكالمه اللي تمت بينه وبين سليمان القريني، وعرف منه حكايه البلاغ اللي قدمته شاهيناز رستم لممدوح البنهاوي في مديريه الامن، راح فاتح خط معاه وقال له ان مشغل مجموعه في مأمورية سريه في الساحل، وان العيال خطفوا سليمان العريني عن طريق الخطأ، وان عربيته اتسرقت اثناء عمليه الخطف ولازم ترجع له فورا قبل الشغل ما ينكشف ويبوظ. وفعلا المباحث قدرت توصل للولا اللي الدكتور اجر من خلاله الشاليه. الواد ما خدش وقت طويل علشان يقر ان هو اللي سرق العربيه، ودلهم على مكانها قبل ما تتسلم لتجار مطروح، وطبعا خدوا منه تفاصيل كل حاجه كانت في الشاليه، وبسرعه رجعوا الشريط من الاول وردوا كل حاجه زي ما كانت بالملي على نفس الخريطه اللي وصفها خميس قبل ما يسرق الشاليه هو والاخ روفا. وفاء المسكين بعد إبرة مخدرة كسعمته 18 ساعة لقى نفسه فجأة في نفس الشاليه اللي أجره من خميس قبل حادثة ملك، ومفيش أشياء اتحركت من مكانها. وظهر خميس عادي جدا بيتمخطر قدام الشاليه وجايب له فطار وآخر منجهة. الراجل مخه اتلحس، الدنيا لفت في دماغه وما بقاش عارف الوهم من الحقيقة، الواقع من الخيال. ومرة واحدة لما حاجته ودور عربيته من غير ما يدي لنفسه دقيقة واحدة تفكير في اللي حصل، وطار على مصر زي المجنون وكأنه بيهرب من مغارة الأشباح. شفت الشغل الأمريكاني بقى يا سي مدحت؟ اديني عقلك لما واحد زي البيه يهاجم قناة زي مصر الحرة ويهيج علينا الصحافة المحلية وكالات الأنباء العالمية، ويحتجز عنده ملك يونس لمدة 7 أيام بتهمة ملهاش أي جذور ولا فروع ولا معالم، يبقى عمل إيه؟ يبقى حل اللغز اللي عقده في عملية الساحل، وأكد لملك أن الرصاصة كانت مقصودة وانضربت من أمن الدولة. وبعد ما عرفت أن سليمان العريني هو اللي أنقذها من الرصاصة اتصاحبت عليه، وهو طبعاً راح حكيلها على الفيلم الهندي اللي حصل من بلطجة وخطف ومهرجانات، وأنه صحي من الكابوس فجأة لقى نفسه في وهم وسراب. وملك هتخرج الليلادي، وأول ما تشم الهوى هتطير على سليمان العريني وهتقدم له مفتاح الشفرة العظيم اللي حل اللغز. لكن عشان هي بقى مضغوطة وملتزمة بالاتفاق اللي بيخلصه حازم فوده، هتتسطر على الفضيحة بتاعت أمين عزام وصبيانه ومش هترضى تحكي عنها. لكن سليمان العريني بقى مش هيسكت على فضيحته هو، أنا عارف الراجل ده كويس وعارف هو بيفكر إزاي. أنت نفسك حققت معاه وعارف قد إيه هو عنيد ولاسع وما بيخضعش لأي تهديد. آه طبعاً يا ريس، هو ده يتنسي؟ ده غير انه سوبر ستار في مهنته والناس كلها، الناس كلها مش هنا بس، الناس كلها في اوروبا بيحلفوا بذكاء هذا الرجل، بيقولوا ما عندناش نص ذكائه. تخيل بقى لما عالم زي دوت يحكي في العالم كله على اللي حصل له من الداخليه، ايه اللي هيحصل؟ حكومتك هتضحي بيك وهتكون اول واحد تقطع رقبته. يا نهار اسود، زي ما حصل في، زي ما بيحصل في كل وقت وفي اي قضيه راي عام، هتجيلك الأوامر بالتليفون وأول ما تفتح صدرك وتدخل فيها هتبص تلاقي نفسك أول واحد بتطير رقبته عشان خاطر يفضوا الخناقة. عندك حق يا ريس،
وزير الداخلية أول قطعة شطرنج بتخرج من لوحة. مع إنه الحبيب الغالي اللي مفيش غيره على الحجر، اللي بيسهر في وقت الزنقة وبيداري على وساخة السياد. يبقى لما كليانتي يهرب من المراقبة ويروح لسليمان العريني قبل ما ملك يونس توصله بالفضيحة، ويهديه ويستسمحه ويقدم له اعتذار شخصي مني عن سلوك ضابط فاسد ومنحرف، ويديله وعد كمان بأن الضابط دوت لازم يتحاسب وفي الوقت المناسب عن كل اللي حصل منه، لأن ظروف البلد دلوقتي ما تسمحش. يبقى أنا كده بستر على الجهاز ولا بكشفه وبفضحه قدام الناس؟